السلام ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بن عطية. في الفيديو متاع اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نجم تقوم بإيقاف إشعارات تطبيق تيك توك باش ما عادش يوصلوك الإشعارات هذوما، لأنه بعض الأشخاص يلقاو فيهم بعض المشاكل لأنه الإشعارات هذه ديما توصل لهم وقت يكونوا في أوقات الدراسة أو العمل. باش نقوموا بالحكاية هذه بسيطة برشا، فقط قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك، تفعيل زر الجرس. اول حاجه نقوم بها نمشيو للسيتينغز او الاعدادات، وفي سيتينغز نبحثو على التطبيقات اب مانجمنت او التطبيقات، او تلقاو موجوده كلمه ابلكيشن تضغط عليها، وبعد تضغط على اب ليست او قائمه التطبيقات. وبعد كي تحللنا القائمه نتاع التطبيقات نجيو في مكان البحث ونكتبو اسم التطبيق اللي حاجتنا به. مثلا بالنسبه لنا احنا حاجتنا بتطبيق تيك توك، بعد ما ضغطنا عليها يفتح لنا تطبيق تيك توك. باش نجيو لهنا ونضغطو على مانج نوتيفيكيشن، يعني اللي باش تلقاوها موجوده تحت باتري يوزج مانج نوتيفيكيشن. وباش تلقى في اعلى الشاشه، بالطبيعه الشاشه هذه تختلف من هاتف الى هاتف اخر، بالنسبه للهاتف نتاعي هو اوبو، في سامسونج زاد كيف كيف نفس المبدا، ما يبعدوش على بعضهم، فقط اختلاف صغير في الواجهه نتاع الهاتف. لهنا باش تلقى عندك الفوق اللو نوتيفيكيشنز او السماح بالنوتيفيكيشنز او السماح بالاشعارات. كما قاعدين تشوفوا قاعد يقول لي لهنا الهاتف نتاعي انه تطبيق تيك توك مثلا بالنسبه لي يرسل لي تقريبا يوميا معدل 6 اشعارات. اذا كان انت ما عادش تحب تتلقى الاشعارات هذه، يكفي انك تضغط امام اللو نوتيفيكيشنز، كما قاعد تشوف انه تم الغاء الاشعارات من تطبيق تيك توك. اذا كانك تحب ترجع نوتيفيكيشنز فقط تعاود تضغط في نفس المكان وترجع النوتيفيكيشنز والاشعارات مره اخرى. كانت هذه الطريقه نتاع اخفاء الاشعارات او اظهارها مره اخرى لتطبيق تيك توك. ان شاء الله يكون الفيديو فاتكم وعجبكم. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش كيف العاده الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم إشعار. وللفيديو القادم إن شاء الله ما بقالي باش نقول لكم، كان إلى اللقاء.